قلت له هل انت متاكد تكلم هدى جناحي؟ قال لي هل انت عندك الاستعداد تصطفين في الكيو؟ ومربينا ان ما في فرق بين البنت والولد، يعني قلت اني انا لازم استقيل وابي يعني اهتم في عيالي بنفسي. لدرجه مرر اننا اجتمع يا وزاره المواصلات قالوا لي انت كنت ثاني شركه تدخلين دخل ممتاز حق بريد البحرين. أنا أول سيدة في الخليج عندي شركة شحن حصلت إعلان في برايم لوكيشن، يعني الثمانية هاي رميهم. قال هذه أكبر مليونيرية الوطن العربي. يوم جلالة الملك تكلم عني في مجلسه. هدى جناحي يعني نشأتها نشأة أي سيدة بحرينية، مدرسة حكومية، بعدين تخرج توظفت كحول على أيام وقتنا توظف يعني من التخرج من مدرسة، وتزوجت وجبت ولد وبنت. بعدين فكرت في اللي هو احنا نقول ريادة الأعمال. ظليت فترة في البيت لأن كنت موظفة وأبنائي عند الخادمة، فيصيدني نفس القلق، فقلت إني أنا لازم أستقيل وأبي يعني أهتم في عيالي بنفسي. فظليت فترة في البيت تقريبا يعني حدود 6 سنوات بعد اللي هو الوظيفة وأبنائي، لين دخلوا الروضة هني جات فكرة المشروع. الله يسلمك. الوالد وايد إنسان، وحتى الوالدة يعني من صغرنا دائما مربينا الثقة في النفس هي الأول، ومربينا أن ما في فرق بين البنت والولد، يعني ودائما التحفيز والثقة. فأتذكر الوالد في الإجازة الصيفية يشغلنا وأنا كنت صغيرة، فتخيلت أن الوالد محتاج الراتب اللي أنا بيشغل، لأن أنا أقول إجازة صيفية المفروض يعني خليني أستمتع في الإجازة، ليش الوالد شغلنا؟ فبعدين يوم أتذكر للحين الراتب اللي أعطيته إياه 70 دينار، أقول له يعني هاي راتبي. قال لي بابا أنا مو محتاج ذي، أنا بيك تشوفين على كلام الوالد السكة يقصد الناس برا. ففي ذيك اللحظة أنا عمري 14 أو 15 مو فهمت كلمته شنو يقصد، يعني فهمت كلمته يوم أنا دخلت البزنس وين وصلت وشنو كانت ثقتي في نفسي بين هالرجال وعملي كله خاص للذكور. هني عرفت أن ترى من أساس تربيتي الوالدة والوالد يعني علمونا أن إحنا نقدر نوقف على أي أرض نبيها. فكرة مشروعي جات الوالد في الإجازة الصيفية شغلني في شركة شحن، فهمت؟ فعندي خبرة بسيطة عن الشحن. بعدين زوجي هو خبرته 20 سنة في الشحن، وهو أصلاً ماخذ شهادة يعني ليه الماستر كله في تخصص الشحن. وزوجي انتقل من القطاع الخاص يبي يروح القطاع الحكومي، ففكرنا هني في المشروع لأنه يسمح له أنه هو يفتح له سجل، لأنه انتقل وما يبي خبرته تروح اللي هو عنده في الشحن ما يبيه تروح. فقال لي ايش رايش نفتح بزنس وتكونين ما دام أنت عندك الخبرة ذي البسيطة وأنا عندي الخبرة الوافية، وطبعا بدراسة ما شاء الله على زوجي يعني دارس وعنده اللي هو التخطيط. فدرسنا المشروع، تصور انه كان من غير راس مال، سبحان الله. فيعني كل فوكس العالم اللي مركز على هدى جناحي انها هي كل مقومات رياده الاعمال بدات ما عندها راس مال، ما عندها بجت حق التسويق. ففكره مشروعها غريبه، هي امراه وعندها ابناء وعندها عائله، لكن قدرت تواكب بين عملها وبين عائلات الأسرة اللي. فأنا أعتبر نفسي إن لأن اخترت إحنا نقول نشاط،
نشاط في الشحن كان مميز. من كذي أنا يعني زوجي اللي هو اختار ذي الشيء اللي احنا كان في ذاك الوقت البريد الكميات الكبيرة يسمونه. هذه كان دائما شركات الشحن هي تتخيل ذي عمل الشركات البريد وليس عمل شركات الشحن، فولا شركة شحن كانت تفكر في ذي العمل. احنا أول شركة في البحرين بدأت ذي العمل اللي هو نقل البريد الكميات الكبيرة. مرة أننا أجتمع يا وزارة المواصلات قالوا لي أنت كنتي ثاني شركة الدخلين دخل ممتاز حق بريد البحرين. بداية مشروع في 2001 حدود 1000 وشيء، بس شرينا سيارة مستخدمة هي يعني في حدود 1000 لـ1000 وشيء أتذكر. يعني كان العامل اللي يسوق الهندي وأنا اللي هو أدير العمل، وطبعا زوجي الأوبريشن. هذه إحنا كنا أيوة. بس طبعا دائما زوجي يذكر يعني أنا كنت مشغول في عمل اللي هو الحكومي، يعني زوجتي كان عندها يعني أصعب المهام اللي هو تأسيس عمل ورعاية الأسرة، وخاصة ذي بداية مرحلة أبنائي دخول اللي هي المدرسة، فكان وايد يعني لنا مثل ما يقولون صعوبات من حولنا، لكن الحمد لله قدرنا نتخطاها. طبعا بداية تحدياتي كانت ثقافة البالك مينينج اللي الحين ما حد يعرفها في اللي هو الجمارك في وزارة التجارة، ان انت شركة شحن كان يستنكروني ان انت شلون تشيلين بري، فكان وايد يعيقون شحني، فيقول لي دائما موظف الجمارك انت شركة شحن ليش تشيلين بريد، فكان يعيقني. فانا ما عندي راس مال اللي افتح مشروع ثاني، انا اوريدي بديتها من غير، فدائما كنت متوتره ان ذي يوم من الايام بيسكر البزنس مالي. فكنت ابغى افكر في نشاط ثاني على اساس اني انا اقدر اوقف على ريلي. طبعا ما كنت اعرف ولا عندي خلفيه، لان انا متخرجه اصلا من علمي وعندي دبلوم في إدارة أعمال، يعني ما عندي ولا خلفية في البزنس. فدخلت دورة لينيدو وانضميت إلى دوراتهم وتعلمت البزنس بلان، ودخلت تقدمت حق بنك البحرين التنمية. أنا من أوائل السيدات اللي خذت أول قرض يعني من بنك التنمية اللي هو لريادة الأعمال. يعني أتذكر كنت حتى يعني ما أعرف شلون أشرح عن البزنس بلان، لكن الحمد لله يوم تعلمت ودخلت الدورة خدت أول قرض وآخر قرض اللي هو 40,000 دينار. أتذكر كنت أساس أني أنا أضيف نشاط ثاني اللي هو نشاط الترانسبورتيشن يسمونه الشحن البري. أنا أول سيدة في الخليج عندي شركة شحن اللي هي الشحن البري. أنا ما ذكرت لك أول مشكلة أني أنا يوم تقدميت حق وزارة التجارة الرفض. لماذا؟ قال لي موظف هذه أنت ما تقدرين تزولين دي الشركة لأن أنت مرة. أيوة لازم رد. أيوة أنا سويت خطة غير قانوني باسم رجل من أصحابنا، سجلت اللي هو السجل التجاري، بعدين نقلت السجل، تقدمت مرة ثانية لوزارة التجارة وذكرت لهم ان انا ذي عملي وذي مشروعي، يعني ليش ما 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 يعني اتذكر حتى اليونيدو تكلموا وقالوا لهم. فالوزير استغرب يوم وصلت الرسالة للوزير، قال ما عندنا قانون ما يعطي المرأة، تصور. فيعني الموظف لأن عادات التقاليد، بس هو البحرين الحمد لله منفتح من مئات السنين وكل شيء للمرأة تقدر تزول تقدر. 2001 انتقل السجل لي، يعني في خلال 6 شهور انتقل السجل. القرض في 2002 تقريبا اللي هو، فكان عندي سنة 2002 كان عندي اللي هو الشحن الاعتيادي واللي أنقل البريد، وبعدين فتحت النقل البري، شريت 5 شحنات سكن هاند. ما كنت أقدر أشتري شاحنات جديدة لأن المبلغ أصلاً يجيب حق شاحنة واحدة. طاقة العمل والمشكلة اللي كان يعيقني اللي هي موظف الجمارك. في ذيك الأيام أنا كنت أتذمر من ذي الموظف إنه هو ليش يعني يعيقني وذي ما يعرف إن أنا شنو شغلي وما يعرف.
الحين أنا أقول يعني الواحد دائما نتمر عليه لازم إحنا نقول تحدي، لازم يفكر فيه من جهات ثانية. فيوم فكرت، لأن أنا دائما قلقة أن ذي الشخص بيسكر البزنس، فش قمت أفكر في فتح شركة متخصصة بالبريد السريع اللي هي نقل البريد والكميات الكبيرة، لأن هو كان يعيقني فخلاني دائما في قلق على أساس أني أنا أفكر. اتجهت للشحن الجوي، اتجهت للبريد السريع، فتحت مكتب متخصص للبريد السريع. الحين اسم شركتي شركة جلوبال للبريد السريع. أنا قبل اسم شركتي شركة جلوبال لخدمات الشحن. صح. ودائما أنا أنبه رائد العمل، أقول له يعني لا تخاف إذا جاتك مشكلة، اعتبرها ذي يعني بيكون لك قوة دفع. أيوة، يا قوة الدفع في الشخص، يا قوة الدفع في تفتح عمل ثاني. أنا أغلب يعني مثل ما يقولون المشاكل اللي صادفتني فتحت فيها بزنس جديد. أستاذي أنا الحين بحكم أني أنا وصلت تقريبا فوق 20 سنة، فمتحدثة تقريبا أقل شيء 3 مرات في الأسبوع، سواء في المدارس، في الجامعات، في الجامعات، في برا بلدي. شنو أغلب يعني سؤال اللي أواجهه من رواد الأعمال اللي هو الخطوة الأولى إحنا يتذمرون منها، فيقول إحنا تاونا خاطين الخطوة الأولى، الوزارة تطلب كذا، القانون يطلب كذا، كذي كذي، فإحنا تاونا داخلين أول خطوة وإحنا صغيرين، شلون عندنا الخبرة بنقعد نواجه ذي كل الطلبات ذي؟ أقول له لحظة، يعني إحنا حين دورنا ننقل خبراتنا ذي ونعلم اللي هما الصغار اللي توهم داشين خطوات، لأن الإنسان مو بس إنه هو وصل خلاص تنتهي خبرته ويقعد في البيت ويقول أنا حصلت الفلوس وقعدت، لا، خبرتك لازم تنقلها حق الصغار، لأن أنت إذا ما سمعوا أنت شنو اللي واجهته ما بيتعلم رائد العمل. فأقول له أنا في عمل أنت اللي قاعد تذمر منه الخطوة الأولى، أنا عمل دخلت اللي هو الدعاية والإعلان، طلب تقريبا 100 إعلان على أنحاء البحرين، الإعلان الواحد كنت أتقدم حق 5 وزارة، فأنت تتوقع كم أنا حصلت من الصعاب على أساس أني أنا أحصل حق دي الإعلان؟ وأنا ما حصلت 100 إعلان، حصلت 9 إعلانات، وحصلت إعلان في برايم لوكيشن، يعني 8 هاي رميهم بس خاتهم على أساس أني أنا أثبت أني أنا أقدر أنجح في دي العمل. فأنا أعطي دي رائد العمل هذه البرهان أن أنت لا تذمر، هذا شيء بيعلمك. حابين نعرف من حضرتك أبرز النشاطات في الوقت الحالي اللي حضرتك بتمارسيها بالنسبة لشركات حضرتك. هو على أيام اللي إحنا ندخل دائما الشركة الأولى تقدر تدخل 100 نشاط. أوكي. الحين تغير الوضع، الحين تقدر لازم كل نشاط تفتح شركة لوحدها. فدائما كانوا يقولون عدد الشركات هو 26 شركة. ما شاء الله. كانوا. ليش؟ لأن النشاطات اللي أنا كنت فتحتها هي اللي تثبت ان انت يعني عندك، يعني دخلت في نشاط اني انا شركه معارض، من يفكر انها هي شركه شحن اساس ننقل؟ لو الحين نبي ننقل المعارض لازم انت يكون عندك السجل مثلا الاجهزه، شلون انت بتدخل اجهزه الشركه الشحن الا لان انت عندك السجل؟ فهمت؟ فقمت افتح النشاطات على اساس اني انا اقدر انقل حق ذي الشركه اللي هي معداتها اللي مسموح لها، مثلا هي دي الشركه كانت ماليزيه تبي سيارات تبي اكل تبي اثاث، فلازم ادخل النشاطات. فمن كذي كانت تزيد النشاطات في شركتي ويذكرون ان هي هدى عندها ذي الهاي. هي اهم من الشركات اللي كانت عندي شركه خدمات الشحن والمسافرين اللي هي شركه شحن، وكان بعد مكتب مسافرين اللي هي في البدايه، بعدين اللي هي شركة دخلت التخليص الجمركي. التخليص الجمركي لا علاقة بشركتي، بس كانوا يعتبرون الوزارة التجارة هي شركة لوحدها. أنا أول سيدة حصلت على سجل التخليص الجمركي في المنطقة اللي هي الخليج. هذه ذكر لي رئيس الجمارك 4 سنوات وأنا أحاول على ذي السجل. الحين أنتم أعطيتوني سجل الشحن الاعتيادي، لازم أنا أحتاج الشحن اللي هو الشحن، لأنه شلون بخلص شحن دي؟ صح. هيقول لي أتذكر 4 سنوات وأنا أحاول.
يقول لي انت شفتي تحت الجمارك؟ قلت له اي شفته. قال لي هل انت عندك الاستعداد بتصطفين في الكيو؟ قلت له اولا عندي موظف يخلص شحنتي، لكن اذا موظفي مشغول انا ما عندي مانع اصطف حتى مع الرجال. فهو استغرب من كلام، قال لي هدى انت من 4 سنوات قاعده تركضين على السجل ولا يأستي، وانا راح اعطيك ذي السجل راح تكونين اول سيده في الخليج. لذلك من كذي انا طول مسيرتي اللي هي 20 سنة لين اروح اتحدث بحرين او اقليميا او عالميا، عنواني التخليص الجمركي ليس للسيدات. فأنا اللي فتحته، لدرجة هذا الشيء ليش أنا حطيته بعنوانته أساس يوصل حق كل رجل كل امرأة. وصلت لي سيدات شخصيا تكلمني تقول لي هدى احنا تشجعنا من قصتك، فتحنا مكاتب متخصصة نخلص شحنات ما شاء الله. صور، فهذا الشيء الواحد إذا ما ذكره وما قاله وإنه واصل من بيسمعه؟ من بيعرفه؟ تمام. حابين نعرف من حضرتك أبرز الجوائز اللي حصلتم عليها، وخاصة لو نتطرقنا لتكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين. أنا أهم جائزة عندي وهي لأن هي اللي نقلتني للعالمية جائزة محمد بن راشد آل مكتوم. ما شاء الله. هي أول جائزة كرمني في 2003 اسمها الجائزة أفضل مشروع عربي. تقدمت لها من بين 200 وشي سيدة، وهذه هي الجائزة أعتبرها هي الانطلاقة للعالمية. بعدين جائزة ثانية كرمني الملك عبد الله لأفضل مستثمر عالمي، وكنت في ذي الجائزة الكبيرة من دول الشرق الأوسط. أي الملك عبد الله؟ الأردن. الملك عبد الله الثاني. أيوة، في 2000 وأنا اللي أتكلم عنها 2003 الجائزة، 2005. فهذه الجائزة أتذكر لي الحين، أنا كنت واقفة وكان كله رجال معي تقريبا 17 رجال، لدرجة الرجل اللي ينبي يقول لي من أنت؟ فقلت له أنا سيدة بسيطة عندي شركة صغيرة اسمها جلوبال كارغو واسمي هدى جناحي. قال لي إحنا لنا الشرف تكونين معانا وأنت المرأة الوحيدة، تعرفين دليل الرجال من اللي معاك؟ قلت له لا. قال هذه أكبر مليونيرية الوطن العربي. دائما أكون أنا المرأة بين الرجال يعني، وعملي ذكوري. أتذكر أول لقاء قبل صاحب السمو الله يرحمه الأمير خليفة بن سلمان اليونيدو، مخذين أول فوج اللي هما انتقالهم من الانتربرينيور للمليونير. فأتذكر كلمته لي للحين موزها، قال أنا يعني أتشرف أن أنت المرأة الوحيدة بين ذي كلهم يعني الرياييل اللي انت معاهم، وعملك بعد ما له علاقه بالنساء، وانا احب اشجع كل بحريني يحاول يطور من نفسه. تمام. هاي في 2004. طبعا. الحمد لله انا من 2004 لحد الان يعني الحمد لله ما 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 مثل ما يقولون دوم في اني اشرف وطني. حابين نعرف رد فعل حضرتك بعد ما تكلم عنك الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في منتدى ديفوس في شرم الشيخ في 2007. احنا نقول كان حادثة قريبة، اتصلوا لي من السفارة الأمريكية مكالمة هاتفية، قال لي هل أنت هدى جناحي؟ قلت له نعم. قال هل أنت بتحضرين مؤتمر دافوس اللي في شرم الشيخ؟ قلت له هل أنت متأكد تكلم هدى جناحي؟ قال يس I am sure. فاستقرب، قلت له هدى جناحي إنسانة بسيطة والمؤتمر كله رؤساء دول ورجال أعمال، رجال أعمال يعني أنا من أكون إنه أكون لازم يكون؟ قال لي you should be there. طبعا أنا بعد ما فهمت شنو طريقة سؤاله، بعدين سألني سؤال قال لي هل عندك مانع تقابلين الرئيس؟ كوني أنا سيدة بسيطة وبادية من الصفر وأصلاً ما كنت أتوقع أنه هو شنو يقصد في كلامه، جاوبته على قد مستوى اللي أنا فهمت السؤال. قلت له يس أني تايم، وأنا كنت متوقعة أنه هو يقصد البريزيدنت اللي هو السفير، وأنا كنت ما أعلم أنه عقب يوم تكلم عني رئيس أمريكا. فكل العالم يدور وين هدى جناحي. أيوة. أنا طبعا يعني تفاجأت بذي الموضوع،
وربطت اللي هو المكالمة الهاتفية انهم كانوا يبون يذكروني انه بيتكلم عنك رئيس امريكا، بس اكيد عندهم تحفظ للكلمة على اساس انه في نفس اليوم يعلنون. في نفس اليوم انا طبعا عملت مؤتمر صحفي في بيت الامم المتحده بمساعده اليونيدو، واعلنت فيه وعزمت طبعا اغلب الوزراء، واعلنت فيه في ذي اليوم يعني اني انا الانجاز والتطور ذي اللي وصلت فيه هو طبعا مسانده بلدي اللي هم حطوا لي الارض الخصبه. يعني دائما جلاله الملك في اغلب رسالة يعني خطاباته يذكر ثلاثة أرباع جزء من خطاباته عن إنجازات المرأة، وثاني عن إنجازات المجلس الأعلى للمرأة، يعني واللي خصص حق المرأة احنا نقول بيت الأمان. نعم. فأنا ما وصلت للعالمية من هباء إلا لأن بلدي حط لي الأرض الخصبة وخلاني الجهات اللي هي المعنية اللي هي منظمة الأمم المتحدة، وزارة التجارة، إدارة الجمارك، ذي هدو من وين بتعرفها؟ يعني إلا لأن بلدي هي سمحت لي ذي الشيء وحطت ذي، لازم أنا أكون مطلع على ذي الأشياء على أساس أني أنا أوصل للعالمية. فمن كذي ذكرني اللي هو في خطابة رئيس أمريكا إن في نساء تبتدي من الصفر، إن في نساء تعمل عمل ذكوري، إن في نساء عندهم عوائل وتقدر توصل للعالمية. كيف حضرتك بتنظري إلى دعم القيادة البحرينية للمرأة بوجه خاص ولرواد الأعمال بشكل عام؟ أحس أني أنا في بلد متطور يستقطب المنظمات اللي هي اللي تهتم بكل تطوير البحريني. فمنظمة الأمم المتحدة جاءت من يعني موافقة بلدي بمساندة حكومتي، ف يعني طورت البحريني لي يعني من بداياته لوصول العالمية. يعني أنا بديت بخطوات مسلسلة الحمد لله، وصلت للمحيط العالمي يعني مفاجأة، يعني في أكثر من 10 سنوات. أنا كنت المرأة، أتذكر كنا في مجلس بدعوة من جمعية سيدات الأعمال، إن أنا كمان 20 سنة، فكنا أعضاء مجلس الإدارة باستقبال اللي هي الرئيسة السابقة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم، فاستقبلتنا في القصر أعضاء مجلس الإدارة. وأتذكر إن في خلال حديثة تتكلم عن دور المرأة عالميا، فيعني ثني على إنجازات المرأة. بعدين تذكرت قالت وين هدى جناحي اللي عندها الشاحنات، فلأنه أنا كنت شكلي بعافية قبل، فهي ما عرفتني يوم أنا سلمت عليها، فبعدين قالت وين هدى جناحي. فدائما أقول حق رائد العمل يعني إذا عندك ذي الاهتمام من بلدك، من السيدة الأولى، من أنت اللي تهتم فيك إلا لأن أنت جزء من بلدها، أنت جزء من إنجازات مملكة البحرين، فتخص بالاسم كل شيء يعرفونه. فوقفت ذكرت لها قلت لها أنا حصلت دعوة رسمية من منظمة الأمم المتحدة متحدثة مع بان كي مون في أكبر مؤتمر عالمي في بيرو، هذه المنطقة تطيرها 28 ساعة. فيعني تشوف التحدي والصعوب حق انها هي مرأة تطير وتكون تمثل بلدها من منظمة الأمم المتحدة اللي هي اليونيدو، يعني مختاريني من المكتب الرئيسي اللي هو في فيينا، فشيء حلو. الشركة الأولى هي خدمات الشحن المسافرين، والشركة الثانية هي جلوبال للبريد السريع. طبعا لها فرعين، فرع شركة وفرع مؤسسة، احنا نسميها ذات مسؤوليه محدوده والثانيه مؤسسه، ودعايه واعلان. انا يعني مهم الحين اقول ان انقل خبراتي حق رواد الاعمال، هاي هو المهم عندي اللي هو كتطوع. يعني احب ذي الشيء، ان اما كبزنس اني انا يعني ازيد من شركاتي حاليا ما عندي يعني اي بلان فيوتشر، لان العالم تغير في قمضة عين. تمام. فذي الشيء احنا سبب لنا ربكة،
فمن كذي يبي لك ان انت تخطط حق الشيء مستقبلا، لازم اقل شيء يعني سنه. فانت ذي الوضع الحين اللي عشناه ما يخلينا حق احنا نخطط حق اشياء مستقبليه. دائما وابدا اقولها حق رائد العمل، احمد ربك انك بحريني، احمد ربك. ليش؟ يعني لين اسمع صوت رئيس امريكا يذكر هدى جناحي عالميا، ما احط اسمي هدى جناحي، احط اسم كل بحريني وبحرينيه، وليس او كل امراه او كل رجل، وليس بعد اقول كل واحد يقدر يوصل لذي المكان. فلو انت ما 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 حصلت هالامن والامان في بلدك، انت ما وصلت للعالميه. هاي شيء حقيقه. يوم جلالة الملك تكلم عني في مجلسه، يعني ما كنت أدري، ولكن نفس يعني جورج بوسي متكلم عني، مو مهم كثر من مهم شيء من بلدي. جلالة الملك لما تكلم عني، أيوة، فذكروا لي كانت جروب الأمم المتحدة الرئيسي جاي من فيينا يسلم على جلالة الملك. فجلالة الملك طبعا يتكلم عن إنجازات البحرين، فلازم يخص إنجازات المرأة، فتكلم قال عندنا بنت ما تم جائزة في العالم ما خذتها. ما شاء الله. فهما استغربوا يبون يعرفون من هي ذي البنت، فقالوا له من ذي البنت؟ قال اسمها هدى جناحي. ما شاء الله. فهما بعد فرحوا وقالوا له ترى هدى جناحي بنتنا. فحلو، أنا وايد فرحت من ذي الخبر. أقول يعني جلالة الملك وأكبر منظمة عالمية قاعدين يعني يذكرون أنت، أيوة، فهذه أسعد خبر. فأتمنى أن كل امرأة أو كل رجل يوصلون في ذي يعني المستوى، الحمد لله. أفضل قرار يوم أنا بعت شركتي. أي شركة فيها؟ اللي هي الأم. إيه، أنا يعني من اللي ترى الفوكس العالم في 2004. لما بعتيها صرفت ازاي بعدين بقى؟ يعني بعت 70%. بعت 70% منها؟ ايوه. وكانت كنتي شريكة في 30%. ايوه، هي ذي القفزة اللي جاتني وأنا انتقلت. تخصصتي بقى في مجالات ثانية. ايوه. أيوة. اللي هو 26 نشاط اللي تحبي تذكرتيه. أيوة. وبعد كده اتصل على أربع أنشطة كبيرة. ايوه. مستشارة في برنامج إنجاز، هذه الحين تقريبا من 2007 أنا معاهم أدرس الطلبة. حلو. أفرح كثير أن يجوني الطلبة يقولون لي أستاذة أنت كنتي تدرسين عن برامج ريادة الأعمال، وإحنا عندنا أصلا مشاريع الحين تجارية. فيعني كثير من الطلبة جاتني وقالوا لي إحنا سمعنا قصتك وأنت كنتي المدرسة مالتنا، فيعني بدينا أعمالنا الخاصة. أنا عضوة في جمعيات كثيرة، كنت عضوة في جمعية سيدات الأعمال، كنت عضو مجلس إدارة، أنا عضو مؤسس في جمعية رواد الأعمال وعضوة يعني عادية. أنا لي الشرف أن أكون مع اليونيدو لحد الآن يعني متطوعة، وأنقل قصتي لكل يعني سواء بلدي أو خارج بلدي.